سربي ليلة نعمر راسي، سربي ليلة نخرج قلبي. الشاب خالد سيتي لي زاني لا بيل ايبوك دو لالجيري. الزول في اللون نيتما اسما الزول مقران، مرحبا اسوين ان شاء الله تيلم لاباس. اسا الخميس
14 سبتمبر 2023 الساعة راهي بالضبط 2:05 سادير 13:55. مرحبا بكم، ما ننساش باش نقسم معكم قهوتي نتاع لابخي ميدي، هذه القهوة الثانية. مي كروي موا يا ناس، كروي موا، صباح جو بوا دي كافي دون دي كافي دو 5 اتوال، والله دو بلوس دو 5 اتوال، والله العظيم لا ينجمو يجيو، والله العظيم يعني ساعات نخليهم. علاش؟ باسكو ما كانش كيما قهوتي، والله اللي يشرب معايا قهوه غير ما عاش ينساها. صحه قهوتكم، صحه القهوه النون، بون كافي اتوتياتوس. وين وين بعيده 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 بعيده، خلاص 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 خلاص. ايوي كل حاجه، الحاجه المليحه، الحاجه الغاليه، الحاجه هي ال الخوين قالك 5 اتوال، يكتب لك 5 اتوال الفوق ويا وكعبر واعطي اللعور كيما يقولوا هما، كعبر واعطي اللعور. الو اسمحوا لي دقيقه، اوب باردون اكسكيوزي مو. كنتو تسمعوا في الشاب خالد، يعني لا لا بالي بوك تاع الجزائر، شكون اللي يقول باللي الجزائر تاع الشاب خالد والجزائر تاع الشاب مامي والجزائر تاع لي زارتيست، ها نتاع كيما قال واحد لتو لي زارتيست اللي كانوا من الشاب حسني من كذا، من يجي نهار الوقت وين الناس هذو اللي يموت يموت، واللي يهرب من البلاد يهرب من البلاد، واللي يتذبح يتذبح، واللي كيما قال واحد يولي يدور له دماغه يولي داخل ملي كان يغني يولي داخل في الجامع يذن. شكون شكون اللي يقول الجزائر تولي كيما هكا؟ شكون اللي يقول الجزائر ملي كانت الجزائر عندها سياسة كيما قال واحد يستعرفوا بها في الموند اونتي، في الموند اونتي يستعرفوا بالسياسة نتاع الجزائر، كانوا فيها مخخ من عبد الحق برارحي ربي يرحمه، من الناس اللي عندهم الكفاءات وعندهم منا. نصبحوا اليوم نصبحوا اليوم الجزائر نتاع الارهاب ونتاع بن قرينا ونتاع علي بالحاج ونتاع يعني، والجزائريين والله ولاد ولاد تقول هذا قابلين يعني، وخلاص راهم ساكتين وقاعدين وفي الامان. انا والله نقول لكم يا جماعه، والله تحسبوني بربي غير نحشم كي نقول شويه الجزائريين هذا، حبيتو ولا كرهتو، والله 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 يا وليت نحشم كي نقول انا جزائري. ها يا سيدي بكري نشفى عندنا فرد شان تاع لا تيليفزيون تاع لو ان تي في، وكانت لا شين هذيك كنا حنا صغار تتحل وقيله ما باليش على الربعه ولا الخمسه ولا وقتاش تحل، ونحلوه نلقاو البربوشه بكري الناس اللي شفات، الا البربوشه ما كان والو. من بعد يتحل القران، وقبل ما تحل يديروا النشيد الوطني. كي يديروا النشيد الوطني انا نوقف نستعد للنشيد الوطني من قوه الحب لينا الوطن وحب البلاد وحب منا، حتى نولاو اليوم، حتى نولينا اليوم كي نسمعوا قسما ماهوش نخشعوا ولا نو او كونترير نوليو نضحكوا، نوليو نضحكوا، والله نوليو نضحكوا. علاش؟ باسكو سي فري ما كانش قسما هذه نتاع الشهداء نتاع قسما نتاع المجاهدين مساكن اللي ضحاوا بعمرهم باش البلاد هذه تبقى والناس تعيش ترونكيل والناس تعيش في امان وتعيش في منها. دونك الناس هذو قتلوا روحهم مساكن، راحوا في داك في لجنة الوطن، وجاوا جماعة هذو اللي راكم تشوفوا هذا بن قرينا وهذا مقري وهذا جاب الله وهذا علي بالحاج، وهذو جماعة اللي جايين جابوا قراو القرآن وجاوا يتفلسفوا علينا، ونديري ربي سبحانه عز وجل هو اللي قال لهم روحوا لهذ الناس هذو، روحوا انتم اللي راكم كيما قاعد فوز لي سوفور، الوغ كو هما مومش لي سوفور او كونتخيغ، هما لي ديستركتور، هما اللي كانوا باش نتفاهموا مليح، ملي كانوا هاد الناس هادو، هاد الإسلاميين الذباحين هادو، ملي كانوا، ملي كانت هذيك اللي عيطولها هما الفتوحات، الفتوحات الإسلامية، والصحابي وما نعرف واش وما نعرف واش، ومازال الشعب لليوم ماهوش فايق، والله ماهو فايق، ويحسبها صح، يحسبها صح. يحساب ربي سبحانه عز وجل بعث الناس هذو قال لهم يا ناس روحوا
قتلوا ناس وذبحوهم وديوا لهم النساء نتاعهم، واللي دخل الاسلام خليوه، واللي ما دخلش وما استعرفش بالنبي قصوا له راسه. اللي يمن هذا الشيء هذا راه مازال يمن حكايه جحا، كي تعرفوا جحا حكايه جحا هذيك كي تعرفوها، اللي يمن باللي راهو هذا الفتوحات نتاعهم هذو راهو ربي سبحانه هو اللي قال لهم روحوا اقتلوا ناس وذبحوا ناس خاتيمكم قاعدين في ديارهم، الناس لاباس عليهم قاعدين كيما قال واحد، ربي ما يدير لهم والو يخليهم ترونكيلا. ربي نو ربي ما سوا ربي ما يدير لهم والو خلاهم، ولا سوا ربي عاجز باش الناس هذو اللي كيما قال واحد الكفار على حسابهم هما، عاجز باش ربي يدير لهم حاجه. وهذه انا نستبعدها، خاطر ربي موش عاجز، ربي كيحب كيحكم حاكم الارض بدون كيما قال واحد بلا ما دلها حتى حاجه، وحاكم السماء بدون اعمده. هذا ربي سبحانه على كل شيء قدير، لو كان عينه هو ربي سبحانه عز وجل وين كاين بلاصه فيها الكفار يرحيها في 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 لحظات، يرحيها في مش في لحظات، في في ثواني، في ما على باليش يرحيهم. ما ينفع فيها لا امريكان، ما ينفع فيها لا 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 لا, لا, لا ساتيليت، ما ينفع فيها والو مع ربي سبحانه عز وجل. ما تقدر دير والو، يطلق عليك ريح برك، يطلق عليك ريح برك، ريح ولا مطر راحت، كيما درك راكم تشوفوا في ليبيا واش راه صاري كيف هذا راه مطر برك، ما ربي ما طلقش عليهم يعني الحاجه اللي حب باش يديهم، سينو كان يزز الارض تحت قدامهم كيما قال واحد يروحوا بكل خلاص. لا ربي ما نجمش هو يقول للعرب هذو يا عرب هزوا السلاح نتاعكم وروحوا كيف اسمه الامازيغ، روحوا للبربر قتلوهم اذبحوهم اديوا لهم النساء نتاعهم اديوا لهم الذهب نتاعهم، وقال رانا فاتحين. داروا الشيء اللي راه يدير فيه اليوم داعش، لا ميم شوز. وهذوك الاولين هذوك نتاع الفتوحات اكثر من داعش، اكثر من داعش دوكا ما يديوش النساء، داعش دوكا ما يديوش النساء الحق، هما يقتلوا الراجل باش يديو مرتو باش تشوفوا. هزوا النساء باعوهم في المزان كيف اسمه، باعوهم كوم اسكلاف، ربي قال لهم ديروا كيما هكا، يجيبوا النساء قال هذه قداش تسوى هذه قداش تسوى، ويمشوا في ربي ويسرقوا الذهوبات نتاع الناس ويديوا الصور نتاع الناس وسموها غنيمه سيدي، غنيمه حرب. شغل باكزومبل هذه الغنيمه هذه سي كوا، دونك انا عندي جاري الفوق ما عنده لا ديانه لا والو نطلع له انا واش ندير، نطلع له نقص له راسو ندي له مرتو هكذا، ونجيب نهز التلفزيون تاعو ونهز الذهب نتاعو ونجيبو لهنا عندي، وقال غنيمه يعني باش تشوفوا. ومازال الشعب الجزائري الغبي مازالوا يمن في هذا الحكايات هذو، اللي لو كان تروح لواحد مخرج تقول له دير لي فيلم كيما يقول لك يا روح خلينا يرحم والديك، يقول لك روح خلينا كيما يرحم والديك. هذه بديتها مقدمه على جانب قبل هذا الساعه قبل هذا يرحم والديك، وحبيت نجاوب واحد السيد هذوك النهارات ينعتوا في هذاك هذاك اللي يلعب هكا يا جماعه كل تصفق له هذاك المهبول هذاك ما عرف كيف اسمه هذا ومن البواغي والله ما لابيليش واحد كيف اسمه والله نسيتو، يضحك الناس على يعني كل حال، حتى انا كنشوفه يلعب نضحك كذا ونضحكو والله غنسيت حتى اسمه، عم داوه الجزائر داوه ليبيا داوه المواقيل السعوديه وداوه يا اخي مسكين هو يزابط وكذا، وانا والناس تضحكوا ويحسب ويحسب صح شجاع ولا شو يا اخي انا شجاع هذا بعثوا لي واحد الفيديو نتاعو يغني في عرس، مش يغني في عرس ينحك اونت الغناء والتنحاق زوج، حتى التنحاق تاع الحمار خير من تاعو. دونك باش نضحكوا الناس جي بارطاجي هذيك الفيديو انا نتاعو حطيتها من افريل مي جوان جويي اوت سبتمبر، دوكا إدارة اليوتيوب تبعث لي افيرتيسمون قال لك راك فوزافي بارطاجي هذا اون فيديو اللي شكا بيك واحد دغوا دوتور. شغل الفيديو هذه فيها لا سيونس وفيها حوايج يعني كبار، هو فيها هذا ينحك في عرس، داروه في عرس ينحك. جيت باش نسوبريميها قال لك ميم تسوبريميها لافيرتيسمون يبقى، واش لازم باش يتنحى لافيرتيسمون؟ قال لك
لازمك تشوف مع هذا السيد هذا اللي شكا هذا الطوال اللي عنده اللي دار لا فيديو هذه، هو يبعث لإدارة اليوتيوب تقول يقول لهم بلي راني جو روتيغ هذه الشكوى نتاعي باش نحيوك لافيرتيسمون، وبعثوا لي الياهو نتاعو صديق الميل نتاعو. كتبت له انا بكل احترام ومنه، قلت له بلي هاي واش صرا واش صرا، شوف مع اليوتيوب قول لهم بلي راني نسحب الشكوى نتاعي، وانا نعهدك بلي راني نفاصيها وحدي، ما عندي ما ندير بها، تو سويت نسيبريميها كي هما ينحيو لي لافاتيسمون، انا نسيبريميها من باسكو ما عندي ما ندير بها. بريميرمون انا عمري ما ديت 4 دورو من اليوتيوب، 4 دورو مش 4 مش دورو، فرنك تاع اليوتيوب ما نحتاجوش، وعمري ما درت ندي الدراهم نتاعو ما نحتاجهمش خلاص، عمري بالعمر. داير كي نبدا لا فيديو نتاعي بالغناء، هذو الصوار يروحوا لهذو نتاع الغناء، هذو انا ما نديش زيرو كما يقول الانسان، كاش واحد يقبل يدير هذا الشيء هذا، انا درتو، انا ندير الغناء وما نديش، انا مش نديرو على الدراهم، نديرو بور باش نبدلوا الاراء، باش نهضروا نشوفوا بعضنا نديروا، هذه هي واش لازمنا اللي نديروا انا اليوتيوب ولا الفيسبوك. كي بعث السيد هذا قال لي اكتب بالعربي، هاو على بالي بلي الجزائريين مساكن تخلو عادوا ما يفهموا فيها والو من غير العربيه ما يفهموا فيها والو، ترجمت له انا وبعثت له فهمته، استبعت له حتى لا فيديو. واش يبعث لي السيد؟ يبعث لي دي جيف تاع الكوميك تاع الضحك تاع، كتبت له قلت له ولدي هيه ولا لا تكتب ولا لا؟ الراجل إيه نعم، ومن بعد يبعث لي في حوايج تاع الضحك كذا، يعني واحد ذراري واش تشوفوا الناس داروا هذو لي ريزو سوسيو، هذو دارهم الناس باش يتقفوا بهم وباش يتبادلوا بهم الاراء وباش يديروا فيهم حوايج اللي يضحكوا الناس يشوفوا الناس، واخرين دايرينهم يعني كيما هذا واحد كيما هذا، بالي انا كي كان يكتب لي ولا كان يرجع لي بهذا الضحك هذا بلي كان شارب، حتى اللي شارب شويه مش كيما الحق، حتى اللي شارب ماهوش كذا يكون ضارب فيها هذيك الارطان ولا ضارب فيها ولا كاش ما ضرب فيها بعض دواوات هذو اللي يعني ما تصوروش، يعني الناس مديرين هذو لي ريزو سوسيو باش يسابوا، باش هذا يسب هذا وهذا يطيح لهذا وهذا يحكم ما نعرفوش كيما قال واحد، يعني فريمون سي نيمبورت كوا، والله يا جماعه غير نيمبورت كوا، سورتو لي زالجيريان، سورتو لي زالجيريان. والله اللي كتبت له قلت له ندمت حتى كي كتبت لك، قلت له انت حدك دراري وتكون ضارب هذه الصاروخ هذا تهضروا عليه هذا، ولا ضارب لارطان، ولا ضارب كيما كاين كراكب، ولا ضارب نيفو اردواز كيما قال واحد، لا يعرف ليش كيما لا يعني فريمون سي نيمبورت كوا. الناس مديرين لي ريزو سوسيو باش يتبادلوا بهم الحديث وباش يتبادلوا حوايج ملاح ولا يشوفوا العلم ولا يشوفوا كاين شي حاجه، نتاعنا حنا الجزائريين مديرينهم لزوج حوايج، مديرينهم للسبان يسبوا بعضهم ويقتلوا بعضهم، ولا مديرينهم باش يروحوا يدخلوا لي سيت اللي فيهم الخماج هذوك اللي فيهم الخلع هذوك فيهم تاع التمسخير هذوك الكبير هذوك تاع منا يتفرجوا ها واش مدير هذو لي زارجانيان، ولا باش يسكروكيو بهم الناس. هذا هو نقدر خاطر نقول لكم ردوا بالكم، ام كانوا بزاف الناس يحطوا الفوق في البروفيل تاعو طبيب ولا صحافي ولا كذا ولا منا، هو ستان فويو، هو ستان فويو، ستان فولور، ستان بوندي، دونك ردوا بالكم ردوا بالكم. هذه جبتها برك باش نرد لهذا السيد هذا، اذا راك تسمع فيا روح تلعب على روحك انت، والافيرتيسمون تاع هذا نتاع اليوتيوب ونتاع، روحوا تلعبوا على روحكم، والله ماني جايب بكم خبر، والله ماني جايب بكم خبر. علاش انا حبيت نكون نظيف برك؟ باسكو انا ما على باليش اذا هذا التنحاق هذا واحد ينحق يدير تروح انت تشكي دروا دوتور، ها انا مانيش فاهم، انا لو كان جات فيديو فيها لا سيونس ولا فيها علم ولا فيها منا نقولوا، مي انت واحد فيها واحد ينحق تروح دير شكوى وكذا يروح تلعب على روحك. الوغ نرجعوا لالجيري، لا بوفر الجيري اللي مليح واحد يبكي عليها، والله يا ناس والله ما تستاهل الجزائر، ما تستاهل الجزائر والله يا جماعة قسما عظيما، ما تستاهل الجزائر باش تولي الجزائر نتاع مداني مزراق ونتاع هذا كيف اسمه بن قرينة هذا ونتاع هذا جاب الله ونتاع علي بالحاج ونتاع هاد الجماعة هادو اللي صبحوا كاملين ضاربين الحي وضاربين القميص وضاربين منا، وهما ربي قال الرسول قال ربي قال الرسول قال ربي قال، وهما كامل هذو كامل خبث على وجوههم،
تلقاهم حجاج ضربوا 10 حجات. والله يا ناس، والله 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 انا نحلف لكم، ما نحبش نسمي الاسامي نتاع الناس، والله ضاربين 3 حجات 4 حجات 5 حجات 10 حجات، وهما دي ترافيكون، وهما يكذبوا، وهما ينافقوا، وهما يديروا حتى الحوايج اللي والله يا الكفار لا يديروهم. انا تحاسبوني بربي، يا الشي اللي يديروه هاد الناس هادو يا الكفار اللي يديروه. آه يا سيدي، والله الخديعه، لا لا لا، كل شيء. شوف الشيء اللي نقول لكم، يعني واش نقول لكم، ما فيها الناس هذو، وانت تهضر معاه هو الله ربي قال والرسول قال والسبحه في اليد، كانوا خويا حتى في المرسيدس والسبحه في اليد، والكذب والطحريميت والترافيك تاع لي فاكتور والترافيك نتاع، يعني مدايرينهم مدايرين حاله باسم الدين هذا وباسم الاسلام. شركات قفلوهم، شركات قفلوهم، تعرفوا شنو قفلوهم؟ قفلوهم وصبحوا هما دي ملياردير. باش تشوفوا يعني ولات الجزائر، زيدوا نروحوا للسياسه، السياسه نتاع الجزائر اللي كانوا فيها دي بوليتيسيان، يعني كي تكلم معاهم يشبعوك، يشبعوك، تعرفوا شنو يشبعوك؟ يشبعوك السياسه. يروحوا يجيبوا لي واحد كيما بن قرينا هذا يا خوتي، داروه اليوم عطاو له حزب وراه الناس تصفق عليه، يعني مهزله مهزله هالجزائر هذه، مهزله. يعني واش نقول لكم؟ انا نقول لكم الحق يا ناس، نقول لكم الحق والله، غير كي نشوف بن قرينا هذا، ونشوف هذا كيف اسمه مقري هذا، ونشوف هذا كيف اسمه هذاك مع كيف اسمه هذا جاب الله، وهذا الناس هذو يهضروا على السياسه، والله غير نكره حياتي، والله غير ساعات نحب لو كان جا واحد يقدر يشارع والديه يشرح، يقول لهم علاه جبتوني انايا في هالبلاد هذه، علاه جبتوني في البلاد هذه، علاه قلتوا لي، علاه عولتوني في هالبلاد هذه. يعني واش نقول لكم؟ كوارث يا خوتي، كوارث. يعني بلاد رجعت كارثه، على بالك مش هو بلاد رجعت كارثه؟ بلاد اللي يروحوا يدشنوا فيها الوالي يخرج مع ليزوتوريتي، مع الدرك الوطني ومع الشرطه، ومنا يروحوا يدشنوا حانوت نتاع عدس ولوبيا. هذه الجزائر، جزائر نتاع اللي يروحوا يديروا طوموبيل، يخدموا طوموبيل يدوا لها زوج خيوط ويخرجوها تمشي الطوموبيل تاع ولاد، يروحوا يدشنوها ويدشنوا، قال لك حقا بريمير فواتور تاع الجزائر خرجت تضرب 30 طالور نتاع، كيما قال لي واحد صاحبنا مسكين في لا كروند بريطاني، عيط لي قال لي والله غير عندي طوموبيل تاع وليدي تمشي اكثر منها، هي شريت هذه، قال لي رحت للمكازان شريت الطوموبيل لوليدي باش يمشي بها في ثم في كيف اسمه في الدار في الحوش نتاعهم في وين يسكن، قال لي والله خير من هالطوموبيل هذه اللي راحوا يدشنوا فيها. شفتوا وين طاحت بينا بالجزائر، طاحت بينا يا خوتي، طاحت بينا حتى نولاو الناس يسمعوا البنقرينا هذا تحت التصفيقات، وكي نسمعوا يهدر والله غير يوجعني قلبي، والله يا الناس غير يوجعني قلبي. تبعوا تشوفوا يمسوا هدر، وقيله في ميلا وقيله والله ما نعرف واش، تبعوا تشوفوا هذا السيد هذا اللي صابنا به ربي، واللي جابوه لنا هاد المسؤولين هذو، والله ما يربحوها، والله لا يربحوها. اذا ربحوا هالمسؤولين هذو خاين الدار كما قال واحد يربح. اتفضلوا يا تسمعوا معايا. النقابات او كانت جمعيات او كانت شخصيات، كل هذه المكونات اجتمعت واعلنت عن هذه المبادره الوطنيه التي اعلن عنها في المؤتمر الثاني لحركه البناء الوطني، وكان الاعلان الرسمي عنها في شهر جوان، ثم الانعقاد انعقدت خلال شهر اوت، واليوم نحن نجتمع في هذه الولاية المكرمة بنور القرآن، وفي ذكرى 23 لوفاة سيدي الشيخ محمد بن الكبير رحمه الله، الذي له فضل كبير على هذا الوطن. الشيخ سيدي محمد بن الكبير لم يؤلف الكتب، وإنما ألف الرجال الذين يخدمون هذا الوطن. ولعل الكثير ممن يحضر معنا كان تلميذا او كان طالبا عنده، وممن يحضر معنا في هذا المجلس يحضر معنا تلميذه السيد رئيس حركه البناء الوطني الحاج عبد القادر بن قريه، نرحب به ونطلب منه ان يتفضل بتقديم الكلمه التقديريه لهذه الندوه الولائيه، فليتفضل مشكورا تحت تحياتي. أو كان كرعة لعيمة فاسد.
لا لا جيب لي سخون. يلا برد. خذ على مغلق الماء. تغلقت ولا؟ تو خدمت لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد النبي ورسوله. أخي الفاضل رئيس المكتب الولائي ورئيس مجلس الشورى، أخي الفاضل نائب حركة البناء الوطني لولاية أدرار، قيادات الحركة مناضليها، أخواتي إخواني، باسمكم جميعا نرحب بالإخوة الأعزاء الذين يحضرون معنا هذا اللقاء الكريم من عائلة ثورية وأحزاب ومن ممثلي لنقابات وغيرها من الفواعل المجتمعية. ونعلم الأجيال بأن أول مسجد أسس على التقوى في هذه الأرض المباركة أرض الجزائر هو في هذه الولاية، إنه مسجد الصحابي الخليل أبو المهاجر دينار رضي الله عنه، وهو ثاني مسجد بعد القروان في أرض شمال إفريقيا وفي المغرب العربي، فيكفي شرف أهل هذه الولاية أن أول مسجد أسس في هذا الوطن كان في أرضها الطيبة في أرضها المباركة. ويقول العلماء أن بل يقول صاحب المفسر البخاري في كتاب الصواعق بأن أصل أن الحمام الموجود في بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة هو من أصل أو هو من أصل الحمامتان اللتان عش شباب على غار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هجرته، فأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن تستمر ذريتهما إلى يوم الدين، فتكاثر ذلك الحمام وهو محمي في أرض الله الحرام. فكذلك أبناء وبنات ميلا محميين بهذا المسجد المبارك وبقطرات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسسوا في هذا المسجد الذي هو مسجد عتيق لهذه الولاية المباركة، وهو المسجد العتيق للمغرب العربي ولأرض الجزائر بأسرها. تحية لسكان قبائل كتامة التي أسست عاصمة المعتز وهي القاهرة، وأسست أكبر وأول مرجع للأمة الإسلامية وهو الأزهر الشريف، كان بسواعد أبناء هذه المنطقة، إنها قبيلة كتامة الدولة الفاطمية التي أسست القاهرة وأسست الأزهر الشريف. فإذا أراد أن يزايد أي أحد عن الجزائريين بأن لا مرجعية لهم فإننا نقول بأن أكبر مرجعية دينية وهي الأزهر الشريف. اجتمع فيها شمل الستة الذين فجروا ثورة التحرير المباركة، فكما أهدت لهم الجزائر لما شمل الفلسطينيين
فإننا كمواطنين عرب ولسنا كجزائريين فقط ننتظر من القادة العرب أن يلموا شملهم وأن يبتعدوا عن الهرولة إلى التطبيع ويبتعدوا عن الاستعداء لبعضهم البعض ويبتعدوا عن الاستقواء بالصهاينة وبغيرهم لضرب بعضهم البعض ويساعدوا في حقن دماء الليبيين وحقن دماء اليمنيين وحقن دماء العراقيين وحقن دماء السوريين وجمع شمل الأمة العربية لأننا لنا رب واحد ولنا دين واحد ولنا لغة واحدة ولنا مصير واحد وشاءت الأقدار أن تنعقد القمة في يوم أول نوفمبر اليوم الذي اجتمعت فيه كل الأمة العربية وكل الأمة الإسلامية وكل أحرار العالم نحو قبلة الأحرار نحو الثورة الجزائرية تأييداً ودعماً ومساندة فإننا ننتظر أن يأخذوا تلك الذكرى ذكرى أول نوفمبر وأن يأخذوا مبادرة رئيس الجمهورية بلم شمل الفصائل الفلسطينية ويجمعوا شملهم كمسؤولين. يعني والله يعجز على اللسان على وشي رد وشي يقول على واحد كذاب كما هذا واحد كذاب واحد تشوفه واحد كما هذا اللي ضرب فيها 2000 قطار ضرب فيها في الصحراء 2000 قطار باش يكون في عينكم المواطنين البسطاء ما داوش موش قطار واحد ما داوش شبر والله لا داو شبر هاي نتحداكم يا المواطنين ما هضرش على الناس اللي عندهم نفوذ هذوك ما هضرش عليهم هذوك قادرين يديو حتى كيف اسمه يروحوا يديو دوكا حتى كيف اسمه البالي دي غوفرنمون يقدروا يديو ما كاينش مشكل انا نهضر على البسطاء مساكن اللي قاعدين يصفقوا هذو عملنا روح دي شبر ادي شبر تعرف شو شبر ادي شبر نتاع قطعه ارض كيما هكا بالحرام تشوفها هذا بن قرينة ضرب فيها 2000 قطار موش 2000 قطار 2000 قطار باسم 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 خوه وهو يدا ديكريدي وهو يدا من هنا وهو يستصلح في الاراضي وراه من هنايا ويجي يكذب على الناس ويتمسخر بالناس ويقول لهم باللي الجزائر عقدت واش يقولوا الجامعه العربيه هو الجامعه العربيه والله لا جاهم واحد والله يا خوتي هذو اللي يهضر عليهم هذا العرب هذو اللي يهضر عليهم هو احنا ماناش عرب هو اللي عربي هو اللي هذو بني عمو يهضر على بني عمو احنا خاتين كما قال واحد والله لا جاهم واحد ما جا لا نتاع السعوديه لا نتاع الكويت لا ليسونسيال نتاع الجولف كامل واحد لا جا زلوه خلاص داروا عقدوا هذه بريمي نوفمبر زعما عياو بعثوا للناس بعثوا راحوا للسعوديه راحوا منا ومنا والله لا جاهم واحد ويبلاقي ويقول لهم الجزائر احتضنت العرب وجابت العرب ومنا نعت لي واحد الكذاب نعت لي اليوم بلاد نتاع عرب متهم مع الجزائر نعت لي واحد الكذاب انت اللي كنت تهضر على هادو سيادك الاماراتيين اللي ردوا بلادهم ردوها كما قال واحد جنه وانت البارح كنت تتب فيهم وتقول بلي راهم اذا كش ما كان واحد واش يقولوا بلاد اكثر من الصهاينه هي هذه الامارات ما تحشمش تكذب على الناس ما تحشمش لقيت هذو مساكن يجيو على جلد كاسكروت تعيط لهم تعمروا الصاله على جلد كاسكروت مازلتوا في هذا كيما قال واحد على جلد كاسكروت تجيب الناس اللي يصفقوا عليك شفتوا يا جماعه كيفاش واحد كيسمع واحد كيما هذا نقول لكم الحق واحد كيما هذا راهي كارثة وهذا على بالك ربي يبارك كان يخرج لكم رئيس هذا رئيس ودخل عكس فرد خطرة هاكم تشوفوا كيفاش يكذب ويتكلم والمغرب العربي مين جينا احنا عرب وشكون هذه القبائل هذو نتاع اوموكا ولا امونا ولا نتاع راح نقول الكلمة اللي ماشي مليحة وشكون هما القبائل ونعرفوهم حنايا احنا عندنا القبائل الفحولة الحرار نتاع لي كابيل هذوك هما اللي عندنا احنا القبائل خويا ما نعرفوش بيهم احنا وين نعرفو نتاع الفاطمية ونتاع منا ونتاع انتم راكم انتم فوزيت دي كولونيزاتور باش يكون في علمك انت راك من ابناء المستعمر باش يكون في علمك انت تكذب على الناس ولا تقول لي جابوا الفلسطينيين وين الفلسطينيين جابوهم راحوا جابوا الناس اللي راهم حاطينهم جماعة حماس وجماعة هذو اللي حاطينهم الناس باللي راهم إرهابيين جيبهم يجتمعوا عندنا لهنايا بالعاني باش تضربوا الجزائر
بالعاني باش ستازوني دامريكي يقولنا راكم قاعدين راكم قاعدين كما قال واحد تساندوا في الارهاب. رحت قرات تشوف واش مكتوب على حماس يا واحد الارهابي. انت بعد داك الارهابي هذا بن قرينه هذا بن قرينه راه ارهابي باش يكون في علمكم. خاطرش هو مش غير الارهابي اللي هز الكراش ومنا اكبر ارهابي هما هاد الناس هادو باش يكون في علمكم. دونك كتسمعوا واحد كيما هذا يتكلم واش من جزائر تحبوها يرحم والديكم قولوا لي برك يرحم الله والديكم قولوا لي. كيتسمعوا واحد كيما هذا نيليتري كيما هذا راكم تشوفوا جاي يحكي اون ديري النبي عليه الصلاه والسلام باش تشوفوا. انا دخت في رب الجزائر هادو في رب الاخر علاش نحيتوا الفيس قولوا لي برك يرحم والديكم. علاش خليتوا حتى نحيتوا الفيس حتى ضربوا فيها ما عرف قداش 200 الف قتيل و 16 الف مفقود والناس تقتلت وذبحت ومنا باش تجيبوا لي بن قرينه هذا. علاش ما خليتوش الفيس اخويا وخلاص خلي داروش هما ما يكونوش الموتى برك وخلي يحكموا هما خلي يديو البلاد للخلا وخلاص كيما راه كيما دوك واش راه يدير بن قرينه سي لا ميم شوز نفس الايديولوجيه نفس العقليه نفس نحى هذا اسمه فيه جاب لي هذا بن قرينه سي لا ميم شوز. واش هو لا ديفيرونس انت علي بالحاج وبن قرينه واش هو لا ديفيرونس سي كوا علي بالحاج هو مفحل يهضر دغري ماهوش كيما هذا كيما قال واحد يلعب غادي بالجاي. انا نقول لكم الحق عندهم الحق الجماعه هذو اللي داروا الماك انا نقول لكم الحق والله غير عندهم الحق والله اذا غير فيها واحد كيما هذا انا نقول لكم الحق والله غير نعطيهم الحق هذو يخرجوا وحدهم امبوسيبل واحد ينجم يعيش كيما مع واحد كيما هذا تعيش مع واحد يحكمنا واحد كيما هذا اي كارثه بالعمي اي كارثه. واش تشوفوا في الجزائر اليوم واش مقلنا من الجزائر ويهضر لم وشمل العرب. انت العرب راحوا كاملين راه مع اسرائيل غير يمس برك السعوديه نعت لكم باللي راه مرطامه وفي حضن كيف اسمه اسرائيل وهذا الكوميك هذا يقول لك نلموا شمل العرب ونقولوا مردوا بالكم على التطبيع ولا شكون اللي بقى ما طبعش الله يطيح سعدك ان شاء الله. شكون اللي بقى من العرب يتحكم عليهم ما طبعش شكون هو نعت اللي ترش كاش ما كان بقات بلاد نتاع العرب ما طبعتش مع اسرائيل. اعطيني وحده ترش نعت لي وحده من غيرك انت وجماعه اللي حاكمين البلاد دروك نتاعكم اللي قاعدين تتمسخروا بالجزائريين تحبوا باش يدخل علينا لوطون يقلبها فرد خطره. نعت لي تراش واحد نعت لي كش ما كان واحد ما طباش مع سيادك الاسرائيليين سيادك الاسرائيليين. نعم نقولها ونعاودها ولو كان ماهوش سيادك راك ما تهضرش انت اليوم وهضرتك اليوم راهي مهزوزه في 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 في, 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 في ريزو سوسيو كاملين باسكو سيادك. شتو كيفاه يا جماعه كيفاه علاه الواحد اللي ديزيسبيري ولا لا علاش الواحد ما يستناش. حنا نستناو ونقولوا كل نهار ان شاء الله غدوه بالك تفرج ان شاء الله غدوه لو كان الناس كما كاين يجي واحد اللي يحكم البلاد اللي خرج البلاد من الازمه نتاعها وهما يمشي ويزيدوا كل نهار اللي يروح خير من اللي يجي والله غير النهار اللي يروح خير من اللي يجي. انا نقول لكم الحق والله نقبل والله 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 راني مني صح غير نقبل يجيو غدوه فرس هذو كيف اسمهم اسرائيل يحكمونا ويحكمنا واحد كيما هذا تحاسبوني بربي هاي يا سيدي قسما عظما غير نرضى يجيو اليهود يحكموا الجزائر ولا واحد كيما هذا ولا جاب الله ولا هاد الجماعه الذباحين هذو اللي قاعدين يتلغبوا قاعدين باسم الدين فلقوا الدنيا وفلقوا الجزائر باسم الدين ومازال يهضر على الكعبه الشريفه ومازال يهضر وين الكعبه الشريفه اللي يروحوا تبعث الناس يروحوا يديروا لي رونديفو فيها الهيت. واش من كعبه شريفه؟ كعبه شريفه اللي تبعث الناس يروحوا يديروا لي رونديفو الهيت يخدعوا بعضهم حتى النساء تاع الرجال يروحوا يخدعوا بعضهم تقول له روح نحج وهي تروح دير رونديفو مع صاحبها الهيت. واش من كعبه شريفه تهضر عليها؟ واش من عرب تهضر عليهم تو دابور؟ لا احنا عرب حنايا. واش من المغرب عربي هذا نتاعنا الناك هذا؟ واش من المغرب عربي؟ لا احنا عرب احنا من وقتاش جينا عرب احنا من وقتاش انت راك حفيد المستعمرين باش يكون في علمك. انت ربي يسمح لو كان خليتونا فرنسا ولا نتوما والله يا لو كان على بالهم هذو المجاهدين وهذو الشهداء على بالهم باللي راح تجي واحد كيما انت رم زادوا حاولوا فرنسا قال لهم على وجه ربي اليوم لو كان نلقاو حنا نحاولوا فرنسا نقولها ارجعي ولا نتوما. واش عندك انت باش تجي انت تسير البلاد انت؟ انت ما سيرتش كيف اسمه دارك تجي تسير البلاد انت تسير الجزائر انت يا. شفتوا يا ناس كيفاه يعني كي تسمعوا ناس كيما هذو والناس يحبوا يديروا الحراك. واش من حراك دير انت؟ حراك باش تجيب واحد كيما هذا وامثاله بزاف. حراك باش تجيب مخري هذا. حراك باش تجيب جاب الله. حراك باش تجيب كيف اسمه علي بالحاج. شكون هذا؟
حراك باش تجيب طابو، جيب طابو، جيب طابو اللي راح يصور لي مع دهينة ومع الإسلاميين الذباحين. واش من حراك تحبوا ديروا هذا؟ واش من حراك هذا؟ يا اليوم قاعد عندكم هذا عبد المجيد تبون، الحمد ربي. انا نقول لكم الحق، انا ما نتفاهمش معاه في السياسه نتاعو، مانيش معاه، بصح الحمد ربي عندكم، مازال عندكم تبون، الحمد ربي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، وين طاحت قيمه الجزائري راكم تشوفوا فيها كيفاش واحد كيما هذا ما سيرش الدار نتاعو، ما سيرهاش. راكم تشوفوا اللبسه اللي لابسها، وجاي ونديروا. روحي الله يدير لك يدك في رقبتك يا ولدي، روح ان شاء الله يا ولدي، الله يدير لك يدك في رقبتك. هذا ما نقول لك، واش دير انت؟ واش دير انت البلاد نتاع بلاد اللي واحد يسيرها كيما انت، لازم لها الخلا، لازم لها زلزال تروح، ولا انت والله العظيم اذا غير باش تحكمها انت ولا مثالك، والله نتمنوا زلزال 10 خطرات اكثر من المغرب. خلي تروح الجزائر بكلها ولا تحكمها انت. ها يا سيدي، واش من انت عندك انت باش تحكم؟ واش عندك انت باش تسير البلاد؟ واش عندك انت؟ واش عندك تجي لا اله الا الله محمد رسول الله وكذا وكذا؟ يا اخي منافق، يا اخي يا اخي منافق، يا اخي. على كل حال سمحوا لي اذا نتغش شويه، مي والله كوارث يا جماعه، والله غير كوارث، والله انا الساعه كي نسمع واحد كيما هذا يهضر، يعني نقول لكم الحق يا ناس، انا نغسلت يدي على الجزائر، والله غير غسلت عليها يدي، والله العظيم.